في قرآنيات. أخي مالك، أهلا بيك أخت فرحة. أهلا بيك. في واحد اسمه عبد الله ابن أبي السرح، صحيح؟ إيه هو قصته الرجل ده؟ نعم، الجزء كبير من المسلمين أتوقع سمعوا باسم عبد الله بن أبي سرح. عبد الله بن أبي سرح هو الشخص تقول الروايات أنه كان من المهاجرين مع محمد. فعلا الرجل ذهب وترك مدينتي وذهب مع محمد إلى المدينة. وهناك تقول أخبار أيضا أنه كان يعمل كاتبا لمحمد في تدوين القرآن. نعم. فذات مرة كان محمد يملي عليه جزء من سورة المؤمنون، أيوه، التي تحكي عن خلق الإنسان. فعلق ابن أبي سرح: تبارك الله أحسن الخالقين. فنظر إليه محمد وقال له: اكتبها، هكذا نزلت. ولكن يبدو أن هذه الحادثة شكلت أو خلقت في نفسه نوع من الشك في فكرة أن محمد نبيا من الله. الرجل فيما بعد أعلن ارتداده وذهب إلى قريش وقال لأهل قريش، قال لهم بأنه إن كان محمد نبيا يوحى إليه فأنا أيضا إذن يوحى إلي، أي، وأن كان يعني ليس نبيا فإذن لا خير في دينه. لأن الرجل قال في نفسه: ما دام أنا نطقت عبارة وقال إنها جزء من الوحي وهكذا نزلت، فدفع ابن أبي سرح ليشك بأن لا يمكن أن يكون عبارته العفية أن تكون جزءا من كلام إلهي. وعلى أثر ذلك طبعا في عن أخبار تقول أني أيضا ابن أبي سرح كان في مواقف متعددة يعمل اختبارات لمحمد. أحيانا كان محمد يملي عليه سميعا عليما فيقوم يكتب عليه سميعا حكيما أو ما شابه. فإذن في أكثر في موقف، أكثر من موقف إن خلاه يرتد. نعم، أكثر من موقف حدث معه أنه كان يكتب أشياء مختلفة عما يمليه محمد. وكان محمد يجيز هذه الإملاءات أو هذه التغييرات. فدفع به هذه الأمور إلى الذهاب إلى قريش ويعلن أن محمد ليس نبيا صادقا من الله. وموقف محمد منه كان إيه؟ طبعا محمد كونه عبد الله بن أبي سرح وضع محمد في موقف محرج وكاشف لطبيعة الوحي. تقول أخبار أنه عندما دخل إلى مكة واستولى على مكة أصدر أمر بقتل مجموعة من الأشخاص، عدد صغير من الأشخاص، وكان من جملة هؤلاء الأشخاص ابن أبي سرح، وقال: اقتلوهم ولو كانوا معلقين على أستار الكعبة. يعني كان محمد ناوي يقتله لكن ما تقتلش. صحيح، حسب الرواية العامة تقول أن الرواية لم يقتل، لأنه هذا الرجل التجأ إلى عثمان بن عفان الذي كان أخيه في الرضاعة، وذهب الاثنين إلى محمد، وهناك محمد عفى عنه على مضض لأنه كان لا يريد أن يعفى. يعني على مضض؟ لأنه صمت عندما أتى به عثمان، صمت وكان عثمان يطالب بالعفو عنه. فبالأخير وافق. وعندما خرج عثمان وابن أبي سرح نظر إلى من حوله وقال: أني يعني ألم يخرج منكم شخص كان قادر على قتله؟ ألا تعرف أمري؟ فقال له أحد الأشخاص: من كنا ننتظر منك إشارة. فقال: أن الأنبياء لا تقتل بالإيماء أو بالإشارة. ولكن الواضح أن محمد لم يقتله من أجل أن يحتفظ يعني بماء وجه عثمان. طيب، واستمر على كفره ولا إيه؟ هذه الرواية العامة تقول أنه لا، بعد أن أسلم بعد أن عفوا عنه محمد أسلم وصار جزء من القادة المسلمين. نعم، ولكن في عندنا نسق آخر من الروايات موجود على سبيل المثال في الرازي. يقول الرازي أيضا بأني أن لدينا أخبار أن هذا الرجل بعد أن ارتد لم يرجع إلى الإسلام ولا نعرف عنه شيئا. تقول أخبار بأنه مات على ردتي. إذن فمن المحتمل أن هذا الرجل إما مات قبل أن يدخل محمد مكة، أو أن هذا الرجل عندما وصل محمد بجنده إلى مكة هرب من مكة واختفى أثره. ولكن أنا أعتقد شخصيا أن الأرجح أن الرواية الثانية هي الأدق. لماذا هي الأدق؟ لأن هذه الرواية لا تعطي أي شيء لمحمد، بينما الرواية الأولى عندما تقول أنه أسلم فأنا تحافظ على ماء وجه محمد، تحافظ على ماء وجه محمد وعلى ماء وجه الإسلام، على أن الوحي يعني الشخص الذي نشكك بالوحي رجع للإسلام، هذه إلى أهمية معنوية. صح. بشكرك أخي مالك. أعزائي المشاهدين، أهو في مرتدين، مش أنا ومالك بس اللي ارتدين عن الإسلام، في مرتدين من أيام محمد ومنهم عبد الله بن أبي السرح. نشوفكم في الحلقة القادمة في قرآنية.